أما ربنا يسوع المسيح مكتوب عنه في إنجيل متى الأصحاح الأول: وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. الرب هنا بيقول يونان قم اذهب بعده بإرسالية. بروح النبوة مكتوب عن الرب: من أرسل ومن يذهب لأجلنا فقال أنا ذا أرسل. إشعياء 48 على 16 منذ وجوده في الأزل البعيد في البدء الذي لا بداية له، منذ وجوده كنت هناك عنده. الآن السيد الرب أرسلني وروحي. إرسالية مباركة لهذا الابن الحبيب. غلاطية 4:4: ولما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. لما جاء ملء الزمان، لما جاء الوقت المعين، مات لأجل الفجار في الوقت المعين. لغة 2:7: لما جاءت أيامها لتلد فولدت ابنها البكر وقمطته وأرجعته في مسود إذ لم يكن لهما موضع في المنزل. ولد لهما اليوم، عليه الوقت أهو، ولد لهما اليوم في مدينة داوود مخلص. لما اتوضعت المهمة عليه هرب. الرب يسوع لأجل هذا الغرض أنا قد إيه؟ أنا قد أتيت. جاتهم مرضى طلبون فقالوا يسوع الناصري، فقال الرب: دعوا هؤلاء يذهبون أما أنا فهو. مش سقطوا على وجوههم، لا، اللي يسقط على وجهه الساجد العابد، ولكن رجعوا إلى الوراء وسقطوا. يونان اضطجع ونام نوما ثقيلا في السفينة. كان ضميره متخدر، أما معروف قلوبنا لما نام في مؤخرة السفينة انطلق فيما جاء في مزمور 4: بسلامة الضجع بل أيضا أنام لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني. عمل ايه؟ انتهر الريح وجاب البحر اسكت أبكم فصار هدوء عظيم. ما تكلمش مع البحر، لا، راح لأساس الريح. حاجة أخرى أقولها، لأنهم عايزين الأمور تهدى والبحر يسكت: خذوني واطرحوني في البحر. يعني أنا هعصي إلى الموت، أنا مش هتنازل على ما فيه، وعصى حتى الموت. مكتوب عن معبود قلوبنا الذي إذ كان في صورة الله لم يكن يحسب فرصة أن يكون معادلا لله، ولكنه أخذ نفسه. وبعدين أخذ نفسه يعني إيه؟ يعني حجب لاهوته في حجاب ناسوته عشان إحنا نشوفه، الذي رأيناه، الذي شهدناه بعيوننا. قبل كده يقول: الذي سمعناه، الذي لمسته أيدينا من جهة كلمة إيه؟ من جهة كلمة الحياة. أخذ نفسه، أخذ صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه، خلي بالك، وأطاع حتى الموت، موت الصليب. يونان كان موجود في جوف الحوت، ده كان بمثابة سجن. لا، التف عشب البحر براسي، كان بمثابة سلاسل. لقد اجتاز يونان ألام، بس الألام دي جلبها الروح.
من أجل خطيئته، ولكن مع روح قلوبنا أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل إيه؟ مجروح لأجل معصينا، مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحضوره قد إيه؟ قد شفينا. الشيء غريب جدا، كانت الكرازة تاخد مسيرة 3 أيام، هو خلصها في إيه؟ خلصها في يوم. إنما مع روح قلوبنا في إنجيل مرقس، ما أقولش إن مرقس يتكلم عنه كالعاب، لا 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 لا. الروح القدس يقدم لنا شخص الرب يسوع المسيح في إنجيل مرقس كالعبد الخادم أو النبي الطائع. يعني مثلا في الأصحاح الأول في إنجيل مرقس يقول لك للوقت فللوقت للوقت، أعتقد 8 مرات. ما كانش عنده وقت يضيعه، لأنه كان خادم. وفي الصبح باكر جدا قام وخرج ومضى إلى موقع الخلاء وكان يصلي هناك. كان الصبح بدري ياخذ الاشاره من الله ابيه وتحركاته. ولما وجدوه ركزوا على ارجوكم، قالوا له ان الجميع يطلبونك. اذا ناس غير ناس، عدد كبير جدا مكتوبه بره، ناس منتظراه، تعالى اقف الناس الكثيره دي. فقال لهم لنذهب الى القرى المجاوره لاحرز هناك ايضا. اصحوا عنهم زي بعض الصفحان اللي قبل ما اقولها. كثيرين من الاشخاص يعتقدوا ان الخادم اللي بيخدم في القريه ده درجه ثالثه او رابعه، ولكن ده عند الرب جنته يعرف فراغ. يا احبتي اقول شيء اخر، ان غم ذلك يونان غما شديدا فاخطاف، ويعني رجوع النفوس الضيفه كلاميه. الرب يسوع تبارك اسمه الكريم كالراعي يترك ال99 ويذهب ليفتش على الضال حتى ايه؟ حتى يبعد، واذا وجده يضعه. مش يحطه كده على كتفه يقول له ده انت تعرف ايه؟ انت ضربتني. لا، يضعه على منكبيه حزينا فرح. يضع الصديقاء الاصدقاء والجيران يقول لهم تعالوا افرحوا معي لاني وجدت خرومي الضار. نأبعد الفرق بين يونان ومعقول خلودنا الرب يسوع المسيح. هنا مرتين في الاصحاح الرابع يطلب الموت لنفسه. يطلب الموت لنفسه غير. اما الرب يسوع المسيح من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب، زار بنعمه الله الموت لاجل ايه يا اخوه؟ لاجل كل واحد. ما ابعد الفرق بين الخالق والمخلوق. ما ابعد الفرق بين يونان ورب يونان. ما احوجنا على ان نحول النظر عن كل انسان مهما سمع. بيقول ولنا سحابه من الشهود مقدار هذه المحيطه بنا. حول عينا. صحيح دول ابطال. صحيح دول ابطال عظماء وورع بطولتهم وعظمتهم شخص الرب. ولكن كل واحد ولغلطته، كل واحد ولضعفاته، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله الرب يسوع المسيح ولله كل مجد. آمين.